حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال إبراهيم بن أبي العباس ابن إبراهيم ابن محمد بن حاطب قال حدثني أبي عن جده محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناوت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب فتفل في فاك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يطفل على يدك ويقول أذهب ألباس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما قالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك